وصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله الطاهرين. أينما كنتم سادتي الكرام والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بثاني أيام عيد الأضحى المبارك نرفع التهاني والتبريك إلى الحبيب والإمام الحجة المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، الحاضر معنا في كل مناسباتنا، خصوصا ونحن في كربلاء الحسين سلام الله عليه، حيث مقصد كل العالم. أيضا التهنئة لكل الأحرار في العالم، للعالم الإسلامي أجمع، لكم التهاني والتبريك بأيام عيد الأضحى تبارك وتعالى. أن تدوم أعيادنا وأن تدوم أيامنا أعياد وبهجة وسرور، وإن شاء الله ترفع الغمة عن الأمة الإسلامية والعربية، بل الأمة جمعاء، بحضور صاحب العصر والزمان الحجة المنتظر سلام الله عليه، وإن شاء الله تحت رايته ترفع كل منغصات الحياة وتدوم الأعياد كما نعيش أعياد الأضحى والفطر والغدير وليالي الجمعة وأيامها. أيضا إن شاء الله تدوم الأعياد بأيامنا كما يقول الإمام سلام الله عليه، كل يوم لا يحصى الله فيه فهو عيد. إن شاء الله كل أيامنا وأيامكم أعياد وتدوم أعيادنا. من كربلاء المقدسة نحييكم ونجدد لكم التهاني والتبريك، وإن شاء الله اللحظات التي نستثمر بها وجود أئمتنا المعصومين ونقصدهم بأيام الأعياد وليالي الأعياد، وحري بنا أن نتزاور بين أحبتنا وأصدقائنا ومن يعنون بذلك وسيدهم وفي مقدمتهم سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، يستحق منا أن نمثل بين يديه في مثل هذه مناسباتنا العزيزة. وإن شاء الله جميعا نقدر ونعرف ولدينا المعرفة التامة بزيارة سيد الشهداء الإمام الحسين والحضور عنده. إذن من سيد الشهداء الحسين سلام الله عليه ومدينته نحييكم ونرحب بكم بحلقة جديدة بثاني أيام العيد، ونحط الرحال عند أجواء ما تعيشه كربلاء المقدسة وجموع الزاحفين من أقصى هذا العالم. ربما الصورتين التي عشناها ليلة ويوم عرفة وليلة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، كان كربلاء مزدحمة بشكل جدا كبير منقطع النظير، وكان التصريح من الجهة الراعية العتبة الحسينية المقدسة وصفت ليالي عرفة وما بعدها بالزيارة المليونية، وذكرت هذا في موقعها. إذن أحبتي بهذه اللحظات ننقلكم وأجواء ما تعيشه كربلاء المقدسة قبل ساعات، ما تعيشه هذه اللحظات كربلاء المقدسة، فلنشاهد ما أعده لنا زميل حيدر الركابي ونعود رافقونا. يا طير الحب يا
بحبي للبيع ومن ربي وكمل دينا دينا يا طير انت احملها روحي خل تصل خلها باري رحمة جعلها كمل دينا وبحب حدا نبضات تضل تهتف وآليتها وبحب حدا صرخاتي مولاي ناديت. أهلا بكم أحبتي المشاهدين، كنا وإياكم بأجواء الولاء لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم في كربلاء المقدسة، والصورة الرائعة صورة العشق والانتماء والولاء لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم التي يشكلها جموع الزائرين الزاحفين إلى كربلاء من أقصى هذا العالم ليحجوا هنا بأعيادنا وبكل المناسبات المهمة عند الحسين سلام الله عليه. لذلك حري أننا يعني نؤكد مسألة أن كل المناسبات السنوية، وهذا ما لمسناه ونحن بشرف وجودنا بكربلاء المقدسة، كل المناسبات السنوية بلا استثناء وبهذا القطع نجد أن الزوار عندما يعني يذهبوا إلى زيارة أحد الأئمة المعصومين سلام الله عليهم فهم يقصدون الحسين بعد ذلك، إن لم يكن قبل فبعد الزيارة. أيضا كل الأئمة الذين يشهدون ظلما بحياتهم وبعد مماتهم، أقصد من لم نستطع الوصول إليهم أو يكلف كثيرا الوصول إليهم سلام الله عليهم بمناسباتهم، تجد الأحبة المؤمنين هنا في كربلاء المقدسة يزور الحسين نيابة عن ذلك الإمام سلام الله عليه. هكذا هو فلسفة وعلاقة أحبة الحسين مع الحسين وكل من اتبع منهج الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. نأخذ فتشي بسيط من فضل زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه للخصوص بصورة عامة. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من لم يأتي قبر الحسين عليه السلام حتى يموت كان منتقص الإيمان منتقص الدين، إن أدخل الجنة كان دون المؤمنين فيها. وأيضا قال الإمام الصادق عليه السلام: زيارة الحسين عليه السلام واجب على كل من يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله عز وجل. وأيضا قال الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله عز وجل. وأيضا قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي عليهما السلام كان تاركا حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حق الحسين عليه السلام فريضة من الله واجبة على كل مسلم. قال الإمام الصادق، وهذه أخيرا لا نطيل، قال الإمام الصادق عليه السلام لأم سلمة يا أم لأم سعيد عفوا الرواية الثانية التي لم أقرأ سوف لن أقرأها، هذه الرواية الأخيرة لأم سعيد: يا أم سعيد زوري، فإن زيارة الحسين عليه السلام واجب على الرجل والرجال والنساء. هذا نص رواية الإمام الصادق عليه السلام يقول: يا أم سعيد زوري، فإن زيارة الحسين عليه السلام واجب على الرجال والنساء. ومن هنا ننطلق لواقع ما نعيشه في أعيادنا في مناسباتنا. الإمام سلام الله عليه يتحدث من لم يزر الإمام الحسين أبدا، أيضا زيارة الإمام الحسين بحد ذاتها دون الدخول بكل التفاصيل، ربما إذا دخلنا بالتفاصيل بتفاصيل ما يؤدى عند الحسين سلام الله عليه، وإذا ما حرم المرء زيارة الحسين ماذا سيحرم، والجفاء الذي سيكون بينه وبين الحسين ماذا سينتج على شخصيته وعلى دينه وعلى تكامله وعلى مسألة تكامل الفرد، وهذه التفاصيل الكثيرة. باختصار خلاصة هذا الأمر يقول المعصوم سلام الله عليه: هذه الأمور من لم يزر الإمام أصلا، وأيضا منهجية الحياة في أن الرجل والمرأة هو واجب عليهم زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه في عموم الأيام، فكيف بمناسبات كعيد الأضحى المبارك وهذا العيد الذي ربما بتفاصيل هذا العيد عندما نتحدث عن فضل العيد وأيضا أثر العيد وسلوكيات العيد نجد في تفاصيل، أو حتى على مستوى العرف العام والتفاصيل الاجتماعية نجد أن كل الأحبة يحرصون على أنهم في أيام العيد وليالي العيد
وأوقات العيد يتواصلون مع كل أحبتهم، يتواصلون مع كل أصدقائهم، يتواصلون مع كل من لم يتواصلوا معه في وقت آخر، ربما العمل والمشاغل الكبيرة والكثيرة والمسافات وغيرها كثير من الأشياء التي تحجز بين بعض. لذلك تستثمر أيام العيد هسه مرة لأجواء عطلة للملتزمين بذلك أو غير أمور أخرى، تستثمر هذه أيام العيد الأربع لأن نتواصل مع الأحبة الشيء فالشيء والأقرب فالأقرب، إن لم نقل الأعز ثم الأعز. فكيف بنا ونحن نتكلم عن الحسين العظيم الذي يزورنا بكل وقت وأحرج الأوقات يكون معنا في كل تفاصيل حياتنا وما بعد حياتنا، يكون سيدنا وحبيبنا وعظيم الشأن الذي نلتمس منه عذرا ونلتمس منه اللجوء في أوقات حرجة. حريبنا أن نسجل حضورا عند سيد الشهداء الإمام الحسين في مثل هذه الأيام، وإن شاء الله كل أعياد كل أيامنا وأيامكم أعيادا، وإن شاء الله تدوم الأعياد على بلداننا العربية والإسلامية وخصوصا بلد المقدسات العراق. إذن أحبتي بهذه اللحظات نذهب إلى المسابقة ويا الزميل والحبيب والملة عبد الرحمن النصيري وأجواء المسابقة الجميلة والجميلة جدا، ودائما يشدنا وياه عبد الرحمن ولطافته وجماله بكل شيء يشدنا وياه، وإن شاء الله نحن وإياكم من المشاركين بمسابقته ومعلوماته، لكن بعد الفاصل ويا حيدر الركابي ونشاركه بمسابقة اليوم. لطف اصطفاها يغضب لاجلها ويرضى لرضاها، وفاطم تعلت ذيك الوجاهه يا ام ابوها شطلبت لطاها، علاج ربي السما علاج ربي السما علاج ربي السما يا زهراء. الله يا فاطمة الله يا فاطمة الله يا فاطمة يا زهراء. الله يا فاطمة الله يا فاطمة الله يا فاطمة يا زهراء. الله يا فاطمة الله يا فاطمة الله يا فاطمة يا زهراء. شخصك نطيعة اش ما غبتي عني انت الوديعة، لو ما وجوديك ضيق الوسيعة انت املنا وانت الشفيعة. يا روح الهايمة يا روح الهايمة يا روح الهايمة يا زهراء. الله يا فاطمة الله يا فاطمة الله يا فاطمة يا زهراء. يا دمع الموالي ليلة يهله من
عدله ورب الجلالة باسمك نسأله والروح متبسمة والروح متبسمة يا زهراء الله يا فاطمة الله يا فاطمة الله يا فاطمة يا زهراء يرسل لك الشوق مثل العواصف وانا بمحبتك دلالي شاب رادو نعوج يا الزهرة آسيل والروح متعلمة والروح متعلمة والروح متعلمة يا زهرة الله يا فاطمة الله يا فاطمة الله يا فاطمة يا زهراء الله يا فاطمة الله يا فاطمة الله يا فاطمة يا زهراء الله يا فاطمة الله يا فاطمة الله يا فاطمة يا زهراء الله يا فاطمة الله يا فاطمة الله يا فاطمة قدمت بالمحشر ولا فضل الوديعة ما حد ينوله ويا قلبي اشهد بالله ورسوله فاطم تمثل الدين ووصوله والما يحبك عمى والما يحبك عمى والما يحبك عمى يا زهراء الله يا فاطمة الله يا فاطمة الله يا فاطمة يا زهراء الله يا فاطمة الله يا فاطمة الله يا فاطمة يا زهراء الله يا فاطمة الله يا فاطمة الله يا فاطمة يا زهراء الله يا فاطمة الله يا فاطمة الله يا فاطمة يا زهراء الله يا فاطمة الله يا فاطمة الله يا فاطمة يا زهراء وحبك شربته من الرضاعة ما حد جبرني عندي قناعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم. ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من جواري سيد الشهداء سلام الله عليه الحسين بن علي وأخيه قمر العشيرة أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين. كل لحظاتكم نتمناها إن شاء الله تكون سعادة وأفراح ونور وهناء، وأنتم إن شاء الله ترفلون بحب محمد وآل محمد. أعزانا أحبانا مشاهدي قناة الإمام الحسين سلام الله عليه ومشاهدي ومتابعي برنامج عيد وفرحة، نشرف بكم ونتمنى لكم الخير والبركة والسعادة إن شاء الله بهاي الأيام، ونتمنى يا ربي إن شاء الله الأمان والاستقرار والطمأنينة لبلدنا العراق بلدي سيد الشهداء، وإن شاء الله النصر المؤزر لجميع أبطالنا القوات الأمنية وأبطال الحشد الشعبي. نرجع إن شاء الله وياكم وإحنا في برنامج عيد وفرحة، برنامجكم اللي إن شاء الله ينجح بمتابعتكم ومساندتكم، وإن شاء الله نستطيع أن نصل إلى مرحلة من يعني التواصل بيننا وبينكم حتى ندخل الفرحة والسرور على قلوبكم. وتحية أيضا لكادر قناة الإمام الحسين عليه السلام اللي كل أعصابه مشدودة ومتوترة في نجاح هذا البرنامج. تحية كبرى للإطراء الرائع الذي قام به الأستاذ مصطفى الزيدي الإعلامي المتألق،
شكرا جزيلا لكم، واحنا بانتظار اتصالاتكم، وان شاء الله يا ربي كلكم فائزين، كل اللي اشتركوا ويانا فائز. اولا صوته موجود في كربلاء الامام الحسين عليه السلام، هاي بحد ذاتها جائزه كبيره. ارقام ظاهره على الشاشه، ارقام ظاهره على الشاشه، بامكانكم الاتصال والتواصل والمشاركه وان شاء الله تفوزون. طريقتنا مثل ما قلنا لكم اياها، المتصل يتصل نسمع صوته نسلم عليه نعايده يعايدنا، يفوز بسؤالين، يجاوب على سؤالين ينتقل مباشره الى القرعه اللي هي في اخر البرنامج. عندنا اول اتصال زهراء من بغداد. الو سلام عليكم. الو سلام عليكم، اسعد الله ايامكم. ايامك ورده، كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله من العائدين والثابتين. اذا ممكن تنزلين صوت التلفزيون اللي عندك لانه صايره عندي حرب البسوس. الو الو، اتصال اخر عندنا ابو محمد من النجف الاشرف. الو سلام عليكم. ابو محمد اسعد الله ايامك. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك ويحفظك يا اخويا. البارحه شاركت وياكم وما فزت، ما طلعت بالقاعه. اي انت ما شفت مراجع زين يا ابو احمد، ادريس وراجع وشكله، انتبه ويانا. صوتي واضح عندك؟ شلونك؟ الله يسلمك ويحفظك، ايش اخبارك؟ زين ان شاء الله. صوتي واضح عندك؟ الله يحفظك. اي واضح واضح صوتك. تدري بعد الترتيب انه انت كنت تجاوب ويانا على سؤالين. الو ابو محمد، جاوبتك يعني اول سؤال. ابو محمد اسمعني من التليفون لا تسمعني من التلفزيون. ايه ايه. الو ابو محمد. اسمعك واضح اسمعك. ابو محمد سلام عليكم. عليكم السلام. حبيبي ابو محمد، الصوت اللي عندي مو واضح وكانه انت بالطياره وجاي تخابرني. الو، انقطع الاتصال انقطع الاتصال. اخواني اخواتي من تتصلون الله يحفظكم، اسمعونا من التليفون، اسمعونا من التليفون والتلفزيون الله يحفظكم، نصوه وقطعوه. ويانا اتصال اخر، اذا مشترك سابقا اشترك امس لا صعدوا لنا يا كنترول. الو سلام عليكم. ايه محمد من دياله، سلام عليكم. الو مساكم الله بالخير والعافيه. مساكم الله بالنور وبالعوافي، اسعد الله ايامكم. اسعد الله ايامكم مره ثانيه وثالثه ان شاء الله. الصوت عندي اصلا مو واضح. ايه سعيد مبارك وتحقيق الاماني ان شاء الله من حجاج بيت الله الحرام، انت وكل الكادر الله يسلمكم ان شاء الله يلقون بيت الحلال اللي يتوفق من حياتهم بحق الحسين. الله يحفظه، كل شيء ما اتهمت اصلا يعني ما ادري شنو الحكي اللي استسمع. الحمد لله لين سحقت مصريين الحمد لله ما فهمت. والله ايضا كل شيء ما افتهمت بعدها، يعني الصوت عندي مو واضح، ما ادري المشكله عندنا او المشكله عندكم ما ادري. بس عموما عموما ناخذ اول سؤال اخت ايه. نعم. يقول احد الانبياء اتهم حيوان بريء بقتله، من هو هذا النبي؟ فرد حيوان اتهموه بقتل نبي بريء، الاثنان بريئان، النبي هود او الياس او اليسع او يوسف. عشان بس ابن الاختيارات ما صوتك جدا بعيد. انا صوتي لو انت صوتكم بعيد. لا والله صوتك بعيد. السؤال يقول بس اختيارات. بس لحظه بس اصبري. حيوان بريء اتهم بقتل احد الانبياء، حلو؟ هذا النبي شنو اسمه؟ هود، الياس، اليسع، لو يوسف؟ يوسف عليه السلام. منو؟ يوسف عليه السلام. إجابة موفقة. هذا خلصنا النصف الأول. السؤال الثاني يقول أيضا بعالم آخر، أحد الأنبياء تدخل حيوان في حمايته من الأعداء، نبي حيوان حما، منو هذا النبي؟ آدم أو إدريس أو يوسف أو النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله. النبي محمد صلى الله عليه وآله، مبارك عليكم فزتوا ويانا. ممكن أقول لك شغلة يعني إن شاء الله؟ مو الصوت كلش مو واضح عندي أبدا يعني. بس أقول لك شغلة ممكن؟ إيه شنو هي؟
يا ريت لو نسوون القرعة يعني الأستاذ المخرج يسحب القرعة بل كنت عسر عليه يطلع اسمي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا يا هلا. الله يحفظكم إن شاء الله. سمعت استاذ حيدر يا ما سمعت؟ أبو سجاد من البصرة سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله أيامك خوي إن شاء الله من العايدين. الله يحفظك. الله يحفظك ويتقبل أعمالك ويا ربي دائما وأبدا في حب محمد وآل محمد. أبو سجاد صوتي عندك واضح؟ إن شاء الله. وصوتك أيضا عندي واضح. إذن المشكلة كان في اتصال الأخت آية محمد مو يمي. أبو سجاد أنت تعرف الترتيب؟ نعم. أبو سجاد. نعم. صوت التلفزيون قلله. لو عندنا مشكلة ويا التلفزيون. أبو سجاد. نعم. صوت التلفزيون قلله حبيبي. قللنا إن شاء الله كلش خلصنا. أيوة شوية يعني حاول إذا مثلاً تتكلم بمايك أو شيء شوية بعد المايك لأنه الصوت عندي هوسة صاير. إن شاء الله. حلو الآن ممتاز. السؤال يقول أي صلاة يجوز للمصلي أن يصليها بدون وضوء؟ صلاة يجوز للمصلي يا أستاذ مصطفى أن يصليها بدون وضوء، شنو هي الصلاة هذه؟ الآيات أو العيد أو الميت أو المسافر؟ الميت. صلاة الميت إجابة موفقة. عندنا السؤال الآخر شوية صعب أبو سجاد وياي أريدك. وياك. أحد الولاة في اليمن، والي في اليمن، جاء أحد الشخصيات الإسلامية اللي ما قصروا حقيقة بالتاريخ الإسلامي، راح وقتله وأخذ زوجته، وش اسمه هذا الوالي؟ اسمه خزيمة بن ثابت أو النعمان بن عجلان أو رفاعة بن سعد أو مالك بن نويرة؟ مالك بن نويرة. مالك بن نويرة إجابة موفقة. مبروك لك يا أبو سجاد فزتوا يعني. وهذا الصح يسرد واحد. إحنا اتصال آخر عندنا. اتصال آخر. حمزة. حمزة من بلد. ألو. نعم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله أيامك خويا وإن شاء الله من العائدين والثابتين. أسأل الله أيامكم نعيدين إن شاء الله. الله يتقبل أعمالك ويحفظك حبيبي. أنت من أهالي بلد ها؟ إن شاء الله. نتشرف فيك. مو هذا تتذكر أو ما تتذكر؟ أنا أربع سنين كنت أقرأ في بلد في موكب الحسينية الكبير. نوجه لهم تحية منا. ألو. نعم أسمع. ألو أستاذ حمزة. كنترول عندي مشكلة بالصوت. أهلا وسهلا. كنترول عندي مشكلة بالصوت، الصوت جاي يقطع وما جاي افتهم شيء. اسمعك اسمعك. حبيبي اسمعني من اسمعني من التليفون، اترك التلفزيون او حاول تغير مكانك على السريع وراك ناس. حمزة. خارج عن التلفزيون. حبيبي السؤال يقول احد الأئمة سلام الله عليهم اخذوه مخفورا يعني بنص الليل جابوه الى الطاغية وقال له اقرأ لي شعر وقرأ شعر باتوا على قلة الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل غلب الرجال فما أغنتهم القلل. الخيارات الإمام الحسن أو الحسين أو الرضا أو الإمام الهادي. ها كلنا حافظين باتوا على قلة الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل. ها أبويا لحظة لحظة كل شيء ما دافته الكنترول. استاذ سجاد. الإمام الهادي. الإمام الهادي سلام الله عليه إجابة موفقة. السؤال الآخر السؤال الآخر ما هي ما من هو النبي؟ الله يخليك حمزة أخوي بس اسمعني ركز وياي ما جاي أسمعك ترى. نعم نعم أسمعك. أحد الأنبياء أحد الأنبياء اسمه صفوة الله. منو هذا النبي؟ تريعت نبي الله أيوب أو سليمان أو محمد أو آدم؟ آدم عليه السلام. آدم عليه السلام الله. مبارك عليك أخ حمزة. الله يحفظك ويسلمك إن شاء الله. مبارك للأخ حمزة من مدينة بلد السيد محمد سبع الدجيل سلام الله عليه. أخواني قبل ما ناخذ اتصال قبل ما ناخذ اتصال الله يخليكم وسمعونا من التليفون. علي من بغداد. علي من بغداد سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم مبارك.
سعيد وكل عام. كل عام وانت بخير يا حبيبي، ان شاء الله من العائدين والثابتين. علي انت تخابرني بصف المولده؟ الو تسمعني ابو حسين؟ انت لو بالدراجه حبه، شوف لو بالدراجه لو بصف المولده. صحيح. بالدراجه؟ ايه. خلف الله عليك. شفت استاذ مصطفى؟ علي من بغداد ابن مدينتي يتصل على برنامج عيد وفرحة بقناة الإمام الحسين وهو على الدراجة. والله صايرة هذه. تسمعني يا أبو حسين؟ ألو؟ ألو؟ ألو أبو حسين؟ قطع الاتصال؟ انقطع الاتصال. أبو سجاد من الناصرية، سلام عليكم أبو سجاد. عشان الله أيامكم أغاتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، عسى الله أيامكم. أيامك سعيدة وكل عام وأنت بخير والأم الإسلامية جمعاء إن شاء الله. الله يحفظك ويسلمك يا حبيبي أبو سجاد، هالشكل الصوت أريده واضح وهالشكل وأنت بتسمعنا من التليفون. الله يعزك، الله يخليك، الله يديمك إن شاء الله. سؤال سهل جدا أول شو بعدها نعطيك سؤال أصعب. يقول ما هي أصغر قارة في العالم؟ ها؟ أصغر قارة في العالم. أصغر قارة في العالم. إيه. قارة آسيا. خلف الله عليك، خلف الله عليك. أعطيك خيارات، أفريقيا، آسيا، لأوروبا، لأستراليا، أصغر شيء. نعم. أصغر شيء يا هي، أصغر شيء. أصغر شيء يا عددين بالله عددين. راح أعيد لك ياها، يلا ما يخالف من عندي. أفريقيا، لو آسيا، لأوروبا، لأستراليا، ها؟ أفريقيا، أفريقيا. خلف الله عليك، إجابتك خاطئة يا أبو سجاد. سامحني يا حبيبي، إجابتك غير صحيحة. بعد واضحة أصغر قارة هي أستراليا. شكرا أبو سجاد حبيبي، سامحنا، إن شاء الله تتصل ويانا مرة ثانية وتفوز ويانا. ألو السلام عليكم، اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أيامك حبيبي. شلون الصحة حبيبي؟ الله يعطيك العافية ويحفظك. اسم الكريم. أبو علي. أبو علي من ميسان. أبو علي من ميسان. نعم. من ميسان. بس احنا يعني نحاول نسمع الاسم الكامل الواضح حتى لما تفوز بسلامة حتى يكون القضية واضحة عندك. المهم ابو علي من ميسان، شرفنا بيك، اسعد الله ايامك. لك شرف، لك شرف، اسعد الله ايامك ان شاء الله. الله يحفظك ويعطيك العافية. السؤال يقول من اي مادة ينسج العنكبوت خيوطه؟ العنكبوت من الصوف لو من الحرير لو من الاياف المعدنية لو من القطن؟ العنكبوت بيش ينسج بيته؟ ابو علي. الو ابو علي سريع. نعم نعم اسمعك. العنكبوت منين ينسج بيته؟ صوف. نعم. لو حرير لو قطن لو الياف معدنيه؟ ها شو صوتك ما جاي اسمعه استاذ؟ صوتي واضح يعني انا رادود وش اسمه هالاشياء اعرفها. العنكبوت. عرفت العنكبوت؟ سامحنا سامحنا ابو علي، صوتك غير واضح عندنا ابدا يا اخواني. الله يحفظكم، اسمعونا من التليفون من الموبايل اسمعونا. ابو حسين سلام عليكم من البصرة. علي من البصرة. الو. الو السلام عليكم. اسعد الله ايامك حبيبي وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير، الله يوفقكم ان شاء الله. وانت بخير وصحة وسلامة وعافية. تسمعني حبيبي؟ تسمعني يا ابو حسين؟ الو علي. الو سمع. تسمعني من التليفون ولا من التلفزيون؟ نعم. بس لحظه انت قاعد يا نايم علي؟ نعم. سؤال انت واحد من الاثنين، لو نايم لو جاي تبكي. صوتي قاطع. صوتي قطع يعني نتصل كنترول يعني اتصالنا مباشر. مشكله عندك لو عندنا شو تقول؟ لا قاعد. الو ابو حسين. علي لا اله الا الله، اليوم اكو عندنا مشكله، ما ادري عند الناس مشكله ما ادري. حبيبنا ابو حسين واي واحد اللي اتصلوا سامحونا، تقدرون تكررون الاتصال في وقت لاحق ان شاء الله. اتصال اخر عندنا؟ اتصال اخر يا نقرا ناخذ اتصال. من هو ويانا؟ الو
أخويا اللي متصل سلام عليكم. ألو سلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك نص صوت التلفزيون لأن جالس مع صوتي واضح عندك. ألو سلام عليكم الله يساعدك حبيبي. كل عام وأنت بخير إن شاء الله. من عواده الله يحفظك وإن شاء الله يا ربي من العائدين والثابتين على حب الحسين. وياك برنامج عيد وفرحة. سلام قلبي. ألو 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 وياك برنامج عيد وفرحة. بيت أبو حسين قاعدين نايمين. أخواني قبل ما أقرأ الله يحفظكم شوية متى متصل انتبه انه انا جاي سولف وياك ترى وشوية تفاعل وخلي صار عندك. حتى الجماعة قالوا نقرأ شوية حتى استاذ سجاد الباوي الماسترينج الرائع يعطينا صوت وشوية يدارينا. يقول نفسي على ذكر اسم المرتضى طربت وفي سفينة أهل البيت قد ركبت هويتي هويتي علوي النهج قد كتبت. لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن رضعت من ثديها ردحا من الزمن حتى نما حب داح الباب في بدني. لله من حرة طابت ومن لبني وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشاهدينا الكرام برنامج عيد وفرحنا بانتظار اتصالاتكم ونرجع نقول لكم وعمي اسمعونا من التليفون. عندنا اتصال علي من الكوت. السلام عليكم. حبيب وعليكم السلام ورحمه الله. حسن الله ايامك وان شاء الله من العائدين ابو حسين. ان شاء الله على الجميع حبيبي. الله يحفظك ويسلمك. يهشكل المتصل شويه متفاعل يعني مشتغل. نعم مشتغل بس انا قبل شوي اتصل فيكم من قطع ما ادري ما ادري يا اخي يعني اتصل مره ثانيه اصرف رصيد ما يخالف. تسمعني ابو حسين؟ نعم اسمعك حبيبي. ممتاز. السؤال يقول من أي مادة ينسج العنكبوت خيوطه؟ الصوف، الحرير، ألياف معدنية أو القطن؟ أحتفظ طبعاً بالمصروف. العنكبوت منين ينسج خيوطه؟ المصروف. منين؟ المصروف. لا الصوف غلط راح نطيح لك إياها باعتبار أنت متصل وقاطعينه. حرير يو ألياف معدنية يو قطن؟ علي نعم بس عيد السؤال في الوراد اسمع صوتي شوي مو واضح. العنكبوت العنكبوت شلون نعم. سبايدر العنكبوت نعم. منين يخيط منين ينسج خيوطه؟ دمرتني يا وسيم. من الحرير نعم. لو الياف معدنيه لو قطن. الياف المعدنيه. هاي صار مرتين بعد سامحنا أبو حسين. واضحة أخواني يعني هاي صار أربعة متصلين ما جاي يجاوبون أستاذ مصطفى. أخواني سؤال واضح جدا العنكبوت وما راح أجاوب يعني. شكرا أخونا أبو حسين هادي من العمارة. سلام عليكم. علي من العمارة. ألو سلام عليكم أبو حسين. سلام عليكم أبو حسين. علي من العمارة انقطع. طبعا اليوم احنا عندنا لود اتصالات وجالس عندنا يعني بعض هالشكل الأشياء. أبو محمد من النجف صح؟
أبو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أبو محمد. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير وسلام وعافية يا حبيبي. موفقين إن شاء الله. الله يسلمك ويحفظك ويتقبل أعمالك وهنيئا لك جوار أمير المؤمنين. شلونك؟ الحمد لله دامك بخير. شلون صحتك؟ ألف الحمد لله والشكر. تسمعني واضح؟ حبيبي من النجف. اي والنعم نتشرف فيك انت وياي. انا خادمك عبد الرحمن النصيري وانت الان على الهواء في برنامج عيد وفرحه. اهلا وسهلا بك. الله يحفظك اخوي. نبلش اسئله وعندك شيء مثلا؟ ها ابو محمد حبيبه سمعت. نبلش اسئله؟ واضح واضح. نبلش اسئله يا ولا؟ نبلش يا الله. السؤال يقول: من أي مادة ينسج العنكبوت خيوطه؟ صوف، حرير، ألياف معدنية، لو قطن؟ ما عبر السؤال اليوم هذا. من القطن. من القطن. لا إله إلا الله. طايح القطن. مو القطن، غير القطن. صوف وحرير وألياف معدنية. الحرير. ها الحرير. أكيد أكيد إن شاء الله. هذا وأخيراً جاوبنا عم العنكبوت خيوط حرير، خيط حرير على حائط خليل، مو صحيح؟ السؤال السؤال الثاني يقول: نبي من الأنبياء يسمى بروح الله، روح الله، شو اسمه هذا النبي؟ داود، عيسى، شعيب أو موسى؟ عيسى. عيسى. عيسى روح الله. إجابة موفقة. وأخيراً عندنا واحد فاز ويانا، يعني هالقد أخذنا اتصال وعندنا بس أربعة فايزين. نتشرف فيكم جميعا احبانا واعزائنا المشاهدين، وكل التوفيق لابو محمد من النجف الاشرف. الله يحفظكم. شويه شباب، شويه حركوا حركوا، شويه تفاعلوا ويانا. اتصال عندنا من وين؟ الو الو. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سعد الله ايامك اخويا من العايدين وبايامكم ان شاء الله. اسم الكريم؟ عقيل من ميسان. عقيل من ميسان. نعم. شلونك حبيبي ابو مسلم؟ الحمد لله. اسال الله ايامك وايامك ان شاء الله. شلون العايدين وانتم؟ شو اخبارك؟ زين ان شاء الله. شلون اوضاعك؟ الحمد لله نسال الله. ماكو هالايام وين ما وين؟ والله ماشي الحال، نحمد الله ونشكره. كل التوفيق لك ان شاء الله. يعني التوفيق للجميع ان شاء الله. يعني صوتك واضح وانا جدا مستمتع بهاي الحاله يعني. ان شاء الله. حبيبي ابو مسلم انت قاعد يا نايم؟ لا قاعد ان شاء الله. نعمة الف نعمة دامك قاعد. يقول السؤال يا مولانا الكريم: ما معنى الفلق في قوله تعالى: قل اعوذ برب الفلق؟ الفلق شنو؟ الليل لو الكائنات لو الصبح لو الانبياء؟ الصبح. خاف عندك الاسئلة يا ابو مسلم. لا والله. اجابة اجابة موفقة. يلا راح نكمل لك اياها. النص الاول خلص، النص الثاني يقول: ومن شر غاسق اذا وقب. الغاسق شنو يعني؟ الليل اذا دخل ظلامه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اكو مشكله يعني؟ اكو مشكله. انا جاي احس. مبارك لك يا ابو مسلم خويا، وان شاء الله تفوز ويانا باخر الحلقه. شكرا جزيلا لاتصالك. شكرا جزيلا. الله يحفظك ويعطيك العافيه. شكرا للاخ عقيل أم وسام من بغداد. ألو. السلام عليكم. سعد الله أيامكم أم وسام. الله يخليك. إن شاء الله من العائدين والثابتين. يعيد عليك بالخير والعافية والبركة إن شاء الله. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. أم وسام صوتي واضح عندك؟ بس أنا البارحة ما فزيت، ما طلع اسمي، اليوم أريد يطلع اسمي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله سهلة. ليش لا؟ راح نعطيك أول سؤال سهل. يقول: نبي اسمه كليم الله، سهل، منو هذا النبي اللي اسمه كليم الله؟ نبي موسى سلام الله عليه. النبي موسى سلام الله عليه. إجابة موفقة. النصف الأول ممتاز. السؤال الثاني يقول: ما هو أطول نهر في العالم؟ والله هذا بعد ما أدري بيها أطول نهر. راح أعطيك خيارات، راح أعطيك خيارات. يقول: نهر الفرات لو نهر النيل. استاذ مصطفى يقول خيارين، لو الفرات لو النيل، اختار واحد. والله ان شاء الله نختار الفرات. لا 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 لا. لا. نهر النيل. نهر النيل. احنا فوزناك ترى ام وسام، سامحينا. مبروك عليك وان شاء الله تفوزين يانا باخر البرنامج. شكرا جزيلا. شكرا. حسن من البصره، سلام عليكم ابو علي. السلام عليكم.
أسعد الله أيامك حبيبي. وأياكم كل عام وأنت بخير. إن شاء الله من العائدين والثابتين أبو علي حبيبي. الله يجزاك. يا رب يحفظك ويسلمك. وصحة وسلامة إن شاء الله. الله يجزاك. حسن خويا أنت مركز؟ يمتى قاعد من النوم أنت؟ خويا. إيه؟ لا تخاف قول. من فترة طويلة. لا قول شنو من فترة من أول البارحة قاعد؟ لا. زين. يعني بالمناسبة يعني حتى تصير رسالة إلك واللي قال والآخرين في كل مكان بالدنيا عند العرب يسمون حسن أبو علي بس بالعراق يسمون حسن أبو فلاح ليش ما أدري يعني ما أدري ليش مولاي الكريم السؤال يقول يا أبو علي مولانا الكريم يقول السؤال تريد سؤال سهل أو تريد سؤال صعب أكيد سهل ممتاز السؤال يقول من هو طريد رسول الله فد واحد زمن النبي طرده قال بعد لطب خلص الخيارات الوليد بن عقبة أو الحكم أبو مروان أو يزيد بن معاوية أو مروان بن الحكم إذا ممكن إعادة السؤال بس ما أفهم شوي ها؟ إعادة السؤال إذا ممكن بس ما أفهم السؤال. أعيد السؤال يقول من هو طريد رسول الله فرد واحد النبي طرده في حياته الوليد بن عقبة أو الحكم أبو مروان أو يزيد بن معاوية أو مروان بن الحكم ها؟ مروان لا مو مروان هاي لك طايحة بعد اختار لك واحد على السريع هو هم قرايب مروان يزيد. الحكم لو يزيد لو الوليد بن عقبة يلا أبو علي مروان أبو مروان يا مروان مو مروان عمي والله مو مروان يزيد بن عقبة ما عندنا واحد اسمه يزيد بن عقبة لا سامحنا يا أبو علي انتبهوا للخيارات إخواني انتبهوا ما عندنا واحد اسمه يزيد بن عقبة عندنا الوليد بن عقبة عندنا يزيد بن معاوية آخر اتصال أبو علي من ميسان أبو علي سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله أيامك وإن شاء من العائدين أسعد الله أيامك الله يحفظك ويتقبل أعمالك حبيب أبو علي تسمعني واضح أسمعك واضح كلش ممتاز هو هذا اللي أريده يعني يقول طبعا تعرف الترتيب أنه تكون تجاوب على كم سؤال حتى تربح ويانا والله بكيفك سؤالين مثلا بكيفك أدري شروة هي غير أنت قدامك سؤال كم سؤالين عندنا ونفوزك إن شاء الله ماشي الله يحفظك السؤال يقول سندعو الزبانية الزبانية منو هذولة ملائكة الجنة أو ملائكة الحساب أو ملائكة جهنم أو ملائكة الإنسان عيد شوي السؤال عيده سندعو الزبانية هذولة الزبانية ملائكة بس ملائكة مال حساب لو مال جهنم لو مال جنة لو مال الإنسان سندعو الزبانية من التليفون اسمعني من التليفون أبو علي أنت آخر اتصال أبو علي من التليفون اسمعني نعم اسمعك أي شنو السؤال أي الزبانية ذولة ملائكة شنو جهنم جنة حساب إنسان لا الزبانية ملائكة الحساب لا أخويا لا بسرعة لا مو هذول بسرعة ملائكة الجنة يا أستاذ عبد الرحمن لا أخويا أبو علي سامحني ساعدناك مرة وغلطت بمرة الله يحفظك ناخذ اتصال أخير ما عندنا اتصال اخير اي احنا اليوم عندنا كم واحد فايز 1 2 3 4 6 نفرات اللي فازوا ويانا نتمنى لهم كل التوفيق والبركه ان شاء الله واللي اتصل وما ربح او اللي صار عندنا مشكله بالصوت الايام الجايه يرجع ويتصل ويانا واحنا ان شاء الله في اخر البرنامج كله برنامج عيد وفرحه بعد عندنا ضيف ان شاء الله نرجع وياكم بعد الضيف إن شاء الله نسوي قرعة الفائزين في هذا اليوم شكرا جزيلا لكم والله يتقبل أعمالكم ويا ربي نلتقيكم على الخير والبركة فاصل نرجع وياكم
أهلا بكم مجددا سادة الكرام والأحبة، التحية للزميل وخادم الحسين الرادود الحسيني ملا عبد الرحمن النصيري، وهذه البسمة اللي رسمها إن تحية لكل المعلومات اللي طرحها وشكرا له، وأيضا تحية للمعلومات والبسمة اللي عيشنا إياها بهذه اللحظات، شكرا لعبد الرحمن النصيري. إذن سادة الكرام والأحبة بهذه اللحظات نحط رحال عند القصيدة والإنشاد، وسنتعرف على جو القصيدة بأجواء العيد وأيضا مثولها بين يدي الحسين وسائر الأئمة المعصومين سلام الله عليهم باسمكم. ورحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد والشاعر وخادم الحسين سلام الله عليه السيد كريم العداوي، حياك الله سيدنا وشرفت وأسعد الله أيامك، عيد مبارك عليك. أسعد الله أيامكم جميعا وهنيكم قناة الحسين بأكملها، والله يوفقكم إن شاء الله. الله يبارك بالدنيا وبالآخر. الله شلون العيد وياك سيد؟ الحمد لله الحمد لله نعمة فضيلة. عيدت بكربلة ما طلعت، خلصت عيدك بكربلة الحمد لله. أكو أحسن من كربلة؟ هنيئا لمن سكن كربلة وتشرف. عرفة بعد. أي أحسن، عرفة مال الفقرة مو؟ أي والله هي حج الفقرة، حج الفقراء. الحمد لله سيد. وانت تمشي وانت جاي للقناة كتبت موشح أجواء العيد؟ كتبت في شنبيتي عن مناسبة العيد، يعني شي أبيات أقول. شي تقول نبدأ بيها؟ ماشي يلا. قول أعتذر يا عيد ما شفناك عيد، لأن عيد جروحنا مخضر جديد، كون أحط لك تسمية تقود الوجه حتى نبقى نجاملك كل ما تعيد، حتى نبقى نجاملك كل ما تعيد. أرد أسوي لك علاقة ويا النفوس وبيها نتلقاك، وبيها نتلقاك من تقبل عميد، ولأن عدنا الشفاف مكحلات جروح بس متهن غزل ويا الجفون تريد، راح أقول لك عوف سعدك لا تجيه، وصير دمع بعين كل طفلة شهيد، وصير دمع بعين كل طفلة شهيد. أحسن الله سيد. للشهداء حق علينا، وانت ختمت بالشهداء الحمد لله. عادة يعني وإحنا نشوف طبعا هسه نشوف كربلاء وهي صورة لعراق مصغر، عبينا على جراحاتنا ونحيي أجواء العيد رغم كل، طبعا قصيدتك تحكي الواقع مو باختصار يعني مو الواقع، لكن في في مواطن أخرى في قصائد أخرى ربما نعض على الجراحات وبالنتيجة نقول إنه أجواء العيد خلص فرح وننسى كل التفاصيل. أنت مع من الوجهتين؟ هي بما أنه شعائر يجب تنفيذها، فإذا الفرح موجود لكن القلوب مو فرحانة، الفرح مجرد ابتسامة مرسومة على الوجه بس الألم داخل القلب. إيش قد يأثر دور الشاعر اليوم بالمجتمعات خصوصا الإسلامية الشيعية اللي تتبع لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، إيش قد يأثر بيهم كلام الشاعر؟ أكيد تأثيره جدا قوي، خاصة الشعر الشعبي يكون تأثيره أوقع بهواية من الشعر الفصيح، لأنه حياتنا اليومية اللي نعيشها وتأثرنا أصلا إحنا بالشعر، تأثر المجتمع العراقي بالذات الريفي الأكثر من المدينة تأثره بالشعر هواي، عشان هم ما يتكلمون الشعر الحسكة خاصة كلام العرب أصلا بالضبط شعرا، شعرا. فلذلك أشوف إلى وقع عندهم بالنفس ولهذا قلت أنت الدارج اللغة الدارجة الاجتماعية أكثر من القريض والفصيح أكثر، لأن مجتمعنا يعني 80% ناس بسطاء لا مو بس ثقافتهم محدودة لا يوصل معلومته يمكن أكثر أسرع عند مصطلحات، وهذا كلام الحسجة لو صح التعبير يعني يوصل بصورة أكبر، يوصل بصورة أكبر لأن المجتمع يعني على مستوى المجتمع مو على مستوى، أما إذا كان المجتمع مثقف فوق يعني باللغة والأدب والهذه فالفصيح يفهمها بسرعة، لكن هو كمجتمع مجتمعنا متوسط بين هاي وهاي بس الأغلبية هم شعبيين، ولهذا القصائد أغلبية تكون مؤثرة. نعم عندك موشح عرفان سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. أي بلي إلى قصة إلى قصة هذه القصيدة هذا والله هذا أنا كل سنة أكتب واحد يعني أبدي بمستهل فيكون بي من نوع من العرفان، يكون بي في شيء من الخيال، هم يسموه عرفان إحنا نسميه خيال شاعر. يقول محفل العشق الإلهي من حرك ومركز الكون ونظامه خنصرك، يا ألف باء العواقب والمصير، يا زلازل شوك في وادي الضمير، قمة الإحساس حبك يا الأمير، إيش قد عظيم العاش خادم من برك. أنت تقراك العواطف باحترام
وآدم بأنفاسك تلقى الكلام، شبدك الرادود والمنبر غرام، والعطش هي قصيدة شاعرك. سبحت بيك السماء على الصبح، وانت سبحت السماء على الرمح. عيسى ما صلبوه والتنت الذبح، بس عمت عين الوقت عن مظهرك. انت مذبوح النحر صح انا اقول، انت مذبوح النحر صح انا اقول، وانا ادري بمنحرك سر النزول. يتيه عرش الله اذا نحرك يزول، وانت عرش الله بشعور تصورك. اتوضى وجه الدين من دم رقبتك، وصلى ما بين الضلوع وغيرتك. مسجد العشق المقدس تربتك، ومن شعاع العرش ربك نورك. انت كل جرح على جسمك بيشؤون، يا حسين بروح امك من تكون. انت للشيء تقول كن فيكون، الخاطر الله بيعلوم اتبصرك. انت عالم بيسرح حتى الخيال، بيك دايخ كل فهم للاحتمال. والجنون بحبك محيرة سؤال، والجنون بحبك محيرة سؤال، من اجاك الموت قل لي شخبرك. عبدك الموت على بابك ما يدق، انت رتو اجا مدنق مختنق. لشوفة المحبوب طق بيك العشق، وهو طش الفلك كل الخاطرك. أحسن الله عليك. سيدنا العرداوي، أن يتناول الشاعر قصيدة عرفانية، هو تسمى عرفانية، وعن الحسين سلام الله عليه، إيش تحتاج حتى يكون الشاعر بهذه المنزلة والرسالة للبعيد؟ حالتين رئيسيات تقريبا، تحضير الجو الخيالي المتعلق بعلاقتك مع الحسين الشخصية، يعني التوهان في مجتمع الحسين، أنت والحسين ما له علاقة، تنسى كل شيء بالدنيا، تدخل في عمق الحسين وتعيش هذا الجو. هاي حالة. الحالة الثانية المعلومات والدراسة والاطلاع والسماع، يعني هذه هم لها تأثير مهم جدا للشاعر، ولهذا كقاعدة أساسية هاي دائما ما يقول يجب 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 على الشاعر أن يكون ملم بكل التفاصيل، لأنه شاعر تاريخ. احنا سبق ما تناقشنا بهذا الموضوع. نعم الشعر القصيدة تاريخ. نعم. الآن أكو مصادر تعتمد عليها الفقه، هي تاريخيا قصيدة. أحسنت بالفعل. نعم. وربما يؤرخ شاعر، يؤرخ ثورة، يؤرخ موقف مرجع فعلا. وهكذا، فهذا يبقى تاريخ، إذا كان مو صحيح. نعم. راحين للأجيال القادمة مو صحيح. صح، لذلك يجب أن يكون المعلومة صحيحة. نعم. أحسنت. باعتبار ذكرنا سيد الشهداء الإمام حسين، لابد أن نذكر أبا الفضل العباس، يل سفينة نوح بيك توكلت، وعنوانها جميل، ويعني قصيدة جميلة تتحدث عن أبا الفضل العباس سلام الله عليه، وشخصية أبا الفضل مختلفة تماما. ربما نتحدث عن معصوم سلام الله على أم المعصومين، فشأنهم خاص، لكن أبا الفضل العباس بخصوصيته دائما عندما نتحدث، يعني نقول خصوصية أبا الفضل ليس كأحد آخر. مو أكيد هذا ما إلى وصفه أبو فاضل. يل سفينة نوح بيك توكلت، ومن جرى طوفان سيفت وجلت، غشمة ما يدرون أمر الله صدر، والغضب على القوم الليل انحدر، سيف اللي بمناه طوفان وسدر، ومن رعيد القاع بيهم زلزلت. منين ما تلتفت روج الموت جه، والمناحر بالمناحر ملحجة، بس اللي يحب منحر المرهف نجه، والنجة بجسمه ترك راسه وفلت. صاح لا عاصم اليوم من الغرق، بس اللي يحب منحر المرهف نجه، والنجا بجسمه ترك راسه وفلت. صاح لا عاصم اليوم من الغرق، ولن باب الهوى على الدنيا انغلق، حتى ملك الموت من خوف اختنق، والمناية على المناية تقلبت. أحسن الله أعمالكم. فاض موج الموت والشاطن خبط، الموت ما لحق على سيفه وفحط، صولجان الحومة بس بيده فقط، هو ربها وهي بيه توسلت. صرصر اليمنى وتولتهم خطف، والشمال لمست أبابيل تعصف، وخزرة عيون الغدت تنسف نسف، والمناحر من جثثها ترجلت. ساقها بصمصامة ربان الغضب، خلى يوم الموت من يوم انشطب، وبيها شبع صقر من عدهم حطب، والله لولا حسين شاكلها خلت. قال لي يا عباس بسك لا تطوف،
خوي حط تاريخها بهاي الشفوف، هذا أمر الله أن تذبح بالطفوف، أدري توها الحومة بعيونك حلت. كون يا عباس، كون يا عباس شفينك تطيح، ومثل حيدر توقع وهامك جريح، وأنا لحقك خويا والمنحر ذبيح، وعينك وعين بسهام تكحلت. قال لي يا ابن الزهر أفديك الوريد، خلى قلب الكون وأنا ابن العميد، ولو ردت لهنا سحل أحضر يزيد، والرجول أفصال إن تفصلت. هذا ملك الموت خجلان من ديك، هذا ملك الموت خجلان من ديك، وهذا عمود الأجل ينحب عليك. روح خويا وأنا ساعة وأعتنيك، وتنسي بالبحماك خويا تدللت، وتنسي بالبحماك خويا تدللت. أحسن الله أعمالكم. سيدنا، عادة كربلاء المقدسة بالمناسبات هي مقصد لكل العالم، لكن حتى المناسبات اللي هي خاصة بأئمة المحصومين، مسائر الأئمة المحصومين، تكون مقصد كربلاء وحضور الإمام الحسين في كل المناسبات السنوية. هذا الجانب أولا كيف تنظر له، ومن جانب آخر كيف للشاعر أن يوثق أن كربلاء المقدسة مقصد لكل الأحرار في العالم في كل المناسبات وغير المناسبات، يعني باعتبار لسان الحال؟ تقدر تقول بالدرجة الأولى إحدى كرامات الحسين. الله سبحانه وتعالى طل الحسين مرتبة ودرجة أنه كل أنبياء وكل مرسلية وبما فيهم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي علي بن أبي طالب هم الخميس هم يزوروا. لماذا؟ الإمام علي يزوروا. سواء كن ما ندري، لكنه اللي واضح عندنا من خلال الحديث والاطلاع أنه هذا كلهم الخميس عندنا. إذن الحسين له مرتبة خاصة، لذلك كل المناسبات تدور في حقل الحسين، وكل المناسبات من يكتب الشاعر يجب أن يتطرق إلى مصيبة الحسين، لأنها مصيبة لا صارت ولا تصير. وهكذا هو سيد التضحيات. عندك زهيري ولائي للأمير سلام الله عليه، أمير المؤمنين بل. ويتحدث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، جميل جدا. ممنون. كل شيء فوق الصدر بالدم كتب لافتة، مكتوب أعشق علي والكل نظر لافتة، وهيهات الدنيا الذبح عنها العشق. لافتة بالدم كتبها القلب حيدر شرفنا ولي، ويا دنيا لو ما علي شل بوجودك، ولي للكون قطب الرحبيد الرياسة، وإلي أعظم محب وافتخر من بينزل لافتة، أعظم محب وافتخر من بينزل لافتة. أحسن الله أعمالكم. يعني ربما في مواقف ومكانات أخرى كثيرا تحدثنا أن كل ما يعني له صلة بالحسين، الأئمة المحصومين جميعا لكن الحسين المحور، فكل ما يتصل بالحسين سلام الله عليه ينال الشرفية والقداسة. يتم التعامل على هذا الأساس في كل قصائدنا اليوم من شعرائنا؟ لابد أن يتنكون، لابد أن يكون التعاون مع هذا. نعم. وإلا حتى القصيدة ما بها طعم، لا نكهة ولا طعم ولا رائحة إذا ما بها مصيبة الحسين. كيف تكون التوظيفات إذا ما ردنا نجمع بين قدسية الإمام، بين قدسية كربلاء المقدسة التي احتضنت الحسين سلام الله عليه، ومثلا آية قرآنية، نص قرآني، وربما هذا القرآن وما يتعلق بالقرآن يحتاج إلى ثقافة خاصة للشاعر أن يتناول، صحيح؟ أكيد. التوظيف سهل؟ أكيد لا، التوظيف مو سهل. نعم. لكنه حصل سابقا، حصل حجي كاظم الله يرحمه أمير شعراء الشعر الحسيني، حصل هذا التوظيف في مجموعة آيات أعتقد، بس هذا أنا جربته في قصيدة، هذا يجي ما أعرف شون يجي حقيقة. نعم. يجي أنا جيت أطلب هذه القصيدة لمجارات سورة التكوير، تكوير فصيح طبعا بلي. تحدث عن كربلاء، تحدث عن الحسين، تحدث عن مصيبة كربلاء مع نعم. سورة التكوير. نعم، أقول أنه هذا التوظيف بهذه الإمكانية أن تجمع بين النص القرآن المسلم له طبعا أكيد. وبين مظلومية الحسين، قضية الحسين، شأن الحسين، تحتاج إلى هواية. احنا بعض الاحيان ما ناخذ عمق التفسير تاويل الايه، وانما ناخذ المعنى السطحي ونحاول نجاري ايضا تشخيص هذا الامر يحتاج اذا كان يرهم. نعم. اما اذا كان ما يرهم فما خلينا نسمع القصيده. ممنون. نعم. كربل الشمس بها قد كورت، وبها تلك النجوم انكدرت، بدم النحر بكى يحيى الذبيح، وارتقى الموت لها حزن المسيح، زمزم الله بها ضام جريح، وبها أسر الجبال سيرت، نخلة العذراء تبكي كربلاء، وابتدى عيسى بإنجيل العزاء،
فلها سالت دمى عين السماء ولها كل العشار عطلت. عاشها يعقوب حزنا للممات ورسى نوح على شاطئ الفرات، فرأى قدسا تصليه الصلاة ضده تلك الوحوش حشرت. آدم لما رأى الوجه سنا قاب قوسين من الرمح دنا، ساجدا للرأس في أعلى القنا دمعه الجار بحار سجرت. حاسر الرأس بها الهادي يطوف فذبيح الله ملقا في الحتوف، وبها زفت شباب بالسيوف لمناياها النفوس زوجت. كربلا الزهراء طافتها انحناء عند قطع النحر لا زال البكاء، جثة قد قبلتها بالدماء تسأل في أي ذنب قتلت. كربلا الآيات فيها تفجع وبها الدين ذبيحا يصرع، رأسه فوق القنا إذ يرفع ودماه صحفا قد نشرت. كربلا يا قبلة للعاشقين في هواك ينشد حبل الوتين، من يعاديك فقد عاد الحسين وله تلك الجحيم سعرت. قمر في عرشها يأبى الخسوف ويطوف الفجر ما بين الكفوف، كربلا لا غيرها أرض الطفوف، جنة للمتقين أزلفت. جنة للمتقين أزلفت. طبعا حجر الكابي قال الختام ويا هذه يعني تبعا للوقت، لكن أنا أطلب منك شيء من القصيدة التي تتكلم عن الحجة الإمام الحجة سلام الله عليه، تيمنا وتشرفا بالإمام سلام الله عليه، نقرأ شيء من عتها حتى نختم بذلك. هي كنا سويات نعم. لما رأوني، هاي مولدية الإمام الحجة سلام الله، لما رأوني باسما متأنقا قالوا لمن أحييت هذا المولدي، تبدو بعينيك السعادة رونقا وعلى شفاهك نسمة لتوددي، أعلي أنت ذكرته في كعبة أم أزهرت بالنور جبهة أحمدي، هل نور فاطمة أطل على الملا أم أول الحسنان جاء بموعدي، قد ذا حسين إذ يلوح جماله أم ذا الكفيل وقد أنار بفرقدي، فأجبت والقلب المتيم ناطقا مهلا فكل للسعادة موردي، أنوار رب العالمين جميعهم فتوضئي يا روح عشقا واسجدي، تلك البدور وما حوت في حسنها جاءت كباقة نرجس في سؤددي، في وجه شبل منهمها قد أتى هامت به الأشواق دون ترددي، يا أيها العشاق هذا فخرنا صلوا على مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجهم. شكرا لحضورك سيد وشاعر البيت سيد كريم العداوي، شكرا لحضورك. الله يحفظكم، إن شاء الله كل أيامكم أعياد، وإن شاء الله نحتفل هنا ونحتفي بجوار سيد الشهداء في كل أيامنا إن شاء الله جميعا، لأن كل يوم لا يعصى الله فيه. الله يحفظكم إن شاء الله، وشكرا لقناتكم الطيبة، ويعيد عليكم بالخير والبركات إن شاء الله. شكرا زينا لحضرتك. إذن سادة الكرام والأحبة، نختم مع السيد كريم العداوي، شكرا لحضوره معنا، شكرا لقصيدته التي تحدثت عن الحسين وتشرفت في أنها سجلت شيئا عن المعصوم سلام الله عليه. إذن سادة الكرام والأحبة، نودع السيد كريم ولنا عودة رافقون. أريد الحاجة منك، أريد الحاجة منك، قمر هاشم يا أبو فاضل يا ثورة حق على الباطل، وقفت بحضرتك سائل أريد الحاجة منك، أصير أحد عبيدك عبد خادم يريدك، يشم حنيتي محبة من الطباع مرحبا.
حبيبك تعال يا شمس الكرامة الشادي على الناس يا محلى ضوا. أهلا بكم مجددا سادتي الكرام والأحبة، وأجدد لكم التحية بعد هذه الوقفتين، والعودة أكيد وياك يا مول الإعلامي وخادم الحسين عبد الرحمن النصيري. تحية لك والكلمة لك طبعا. أكيد الله يحفظك أستاذ مصطفى. يعني إحنا عندنا مجموعة أشياء، عندنا عصير وعندنا كيك وعندنا. أنت أول ما جبت هذه دفعت الكيك، يعني متنازل عن شيء. يعني أنت متنازل عن الكيك. أنا أول متنازل عن القرعة، ما متنازل. أول ما جبت القرعة دفعت الكيك. أنا القرعة أتنازل بس الكيك ما أتنازل. زين أكو أحد قال أريد تسحبون المخرج، فيعني شو رأيك إذا دخل بالموضوع؟ المخرج ما نقول له يعني إنه تعال اطلع. أنت المفروض أنت لازم تقول المخرج ما له علاقة، ما مديده. أي ما برنامجي هذا ما أسمح أنا. أنا دوري. طبعاً شكراً أحبانا وأعزانا مشاهدي قناة الإمام الحسين وبرنامج عيد وفرحة. وصلنا إلى هذه المرحلة في آخر الحلقة، إنه الأسماء اللي فازوا ويانا. شو المكان بارد أنا شوف شلون. بس وقف قبل لا تجري القرعة، شنو موضوع اتصالاتك اليوم؟ كل اللي اتصلوا بيك تحكي عليهم بالاتصالات يا أخي. يعني خلينا نسكت، خلينا نسكت. خلينا نسكت، خلينا ساكت. حبيبنا أستاذ مصطفى، طبعاً أنا متشرف جداً إنه أطلع وياك على عيني ورأسي. أنا وياك أعزائنا المشاهدين، عندنا ستة أسماء فازوا ويانا وجاوبوا على الأسئلة اللي سألناهم إياها، وإن شاء الله الكل اللي اشتركوا فايزين ويانا، وإن شاء الله نتمنى لكم المزيد من التألق. بالنسبة باقي الأيام الله يخليكم اتصلوا وسمعونا بالتليفون وعفوا التلفزيون وشوية ركز وانتبه وشوية اشتغل. يعني مضل أكو قبل تذكرون نزل تليفون أستريم، الأستريم مني يعلق مولانا الكريم، لا تدوس الدقفة يشتغل، لا تطفوه يشتغل، خلاص وشوية واحد يحرك يعني شوية يطور التليفون. تريد واهس ببرنامجك يعني؟ اي الآن إن شاء الله يعني نبلش بالقرعة. عندنا ستة فائزين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم شوية المتسابقين قليلون جدا، المتسابقون قليلون جدا يعني حتى الكويس. استاذ مصطفى تسحبت انا؟ لا انت تسحب. بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا ان شاء الله الفائز في حلقتنا في هذا اليوم. شوف اختارنا امامكم راح نفتحها. حمزه من بلد هو اللي فايز ويانا بحلقه هذا اليوم. نقول له الف مبروك، ويا ربي ان شاء الله دائما مزيد من الانتصارات بالنسبه لك. تقدر تراجع قناة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء في ما بين الحرمين الشريفين أول شارع الإمام علي. ما أدري فائز ويانا حمزة من بلد، شكرا جزيلا لكم أستاذ مصطفى. إليك تحياتنا، إليك تحياتنا لكل المشاركين. تحية لحمزة من بلد طبعاً. طبعا يا ملة، وأكيدا إحنا قلنا، أنا قلت البارحة كليتنا بما فيه ماني بصراحة كليتنا فائزين بالمشاركة، المعلومات اللي الطيبة القيمة اللي تفضل بها حضرتك، والابتسامة اللي دائما تزرعها لنا بوقفتك جميلة. هنا كل التحية لمن يشارك معنا في هذه الحلقة، وجميعا فزنا بالمشاركة، فزنا بالمعلومات اللي طرحها الملة والإعلام الكبير. نتمنى له ولنا ولكم التوفيق، وإن شاء الله نلتقيكم بعد تحية الملة. إن شاء الله نترككم مع الملة، وإن شاء الله نلتقيكم بحلقة يوم غد. لك الكلمة. شكرا لك استاذ مصطفى، ويا ربي دائما الفرحه والسرور والسعاده على قلوبكم يا شيعة اهل البيت. ونحن من جواري كربلاء سيد الشهداء اقول بحر الشوق والحب يم الحسين، وكتب اسمي بسجلك يم الحسين، بحر الشوق والحب اشتغل سناب شات يم الحسين، وكتب اسمي بسجلك يم الحسين، دفنوني يا اخوتي يم الحسين، خاطر كل خميس يمر علي، خاطر كل خميس يمر علي. موعدنا وياكم ان شاء الله في برنامج عيد وفرحه باكر الساعه 7:30، لا تروحون بعيد. في امان الله.
حق على الباطل وقفت بحضرتك ساق أريد الحاجة منك أريد الحاجة منك ومر هاشم يا أبو فاضل يا ثورة حق على الباطل وقفت بحضرتك سائل أريد الحاجة منك أصير أحد عبيدك عبد خادم يريدك يشم حنية إيدك كريم عرفنا عنك يا باب الحائج فلا قلب لا عيج لأن دوم يندب يا أخو زينك يا محلى نبوتك أكيد أخذت المحبة من الطبا مرحب مو عجيبة أشوفك مرة بعيوني يكحل نورك يجفوني يا أبو الغيرة مو عجيبة عبد باسمك يسموني إلك خادم يلقبوني يا أبو الغيرة أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع